السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر أحمد سامي من موقع english2fun.com، والنهاردة معادنا مع الحلقة رقم 13 في شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي المنهج الجديد 2019. إن شاء الله النهاردة هنشرح language notes unit 3، أي الملحوظات اللغوية في الوحدة الثالثة. قبل ما ابدأ شرح بطلب من حضراتكم تحفظوا كل كلمات الوحدة الثالثة من اي كتاب خارجي، وانتوا بتذكروا الكلمات اول ما توصلوا للملحوظات اللي على الكلمات ياريت تقفلوا الكتاب وبعدين تيجوا تذكروا معايا اللانجوج نوتس هنا، اي الملحوظات هنذكرها مع بعض هنا، لاني هقول ملحوظات مش موجودة في الكتاب، وكمان هعرفكم امثلة اكتر وعرفكم ازاي تحلوا على الكلمات. يبقى بتحفظوا كلمات الوحدة من اي كتاب وبعدين تيجوا تذكروا الملحوظات في هذا الفيديو. طبعا بطلب من حضراتكم كمان تجيبوا ورقة وقلم عشان تسجلوا ورايا كل حاجة هقولها، لان ان شاء الله هقول ملحوظات هتفيدكم كلكم. النهاردة هنبدأ بشرح قواعد الاعراب اللي هي اسمها بالانجليزي Rules of Syntax. كلمة syntax يعني الاعراب او تركيبة الجملة. طيب ممكن حد يسأل طبعا يا مستر هو ايه لازمة قواعد الاعراب دي، يعني ليه حضرتك ما تدخلش على الكلمات بتاعت الوحدة كده على طول، اشرح الكلمات على طول، مش مهم الحاجات دي. لا، عمركم ما هتفهموا كلمات الوحدة التالتة الا لما تفهموا الاول قواعد الاعراب. فانا هبدأ الفيديو بشرح قواعد الاعراب، لان في شوية تكات كده وكلمات صعبة في الوحدة التالتة عمرنا ما هنفهم الفرق بينها الا لو عرفنا قواعد الاعراب الاول. يعني مثلا هنلاقي في كلمات الوحدة افري دي لازقة في بعضها وافري دي بعيدة عن بعضها، ايه الفرق بينهم؟ في عندي انثوزياست وانثوزياستك، اللي هما الاتنين معناهم متحمس، الاتنين موجودين عندي في الوحدة، بس اختار دي امتى واختار دي امتى؟ طبعا انا مش هقدر اشرح لكم الفرق بين الكلمات ديت كويس الا لو فهمتكم الاول قواعد الاعراب. طبعا بعد ما تخلصوا مذاكرة هذا الفيديو هتفهموا قصدي وهتعرفوا انا ليه بدأت الفيديو بقواعد الاعراب. تعالوا نشوف مع بعض ايه هي قواعد الاعراب في الانجليزي. هندرس النهاردة اربع قواعد للاعراب. اول قاعدة عندي بتقول الصفة تأتي قبل الاسم. الصفة تأتي قبل الاسم، طبعا الصفة اللي هي الادجكتيف بتيجي قبل الاسم اللي هو noun، يبقى الادجكتيف بيجي قبل الناون، الصفة بتيجي قبل الاسم. طيب القاعدة رقم اتنين بتقول الظرف يأتي قبل الصفة. الظرف اللي هو الادفرب يأتي قبل الصفة اللي هي الادجكتيف، يبقى الصفة بتيجي قبل الاسم والظرف بيجي قبل الصفة. ماشي؟ طيب ممكن حد يسأل ايه هو الظرف ده؟ الظرف يا جماعة اللي هو بيكون عادة اخره ال واي، يعني الظروف في الانجليش بيكون عادة اخرها ال واي. طبعا في ظروف ما فيهاش ال واي بس بتبقى حالات شاذة او حالات نادرة، لكن الطبيعي ان الظرف في الانجليش بيكون اخره ال واي. طيب القاعدة رقم ثلاثة عندي بتقول ان الفعل والظرف بيبدلوا الاماكن مع بعض، يعني ممكن الفعل يجي قبل الظرف وممكن الظرف يجي قبل الفعل، عادي مفيش اي مشكلة. القاعدة رقم اربعة بتقول ان الظرف ممكن يجي في اول الجملة وبعديه كوما وبعدين فاعل وفعل، جملة كاملة subject وverb. طيب يبقى كمان مرة هوت اربع قواعد للاعراب. الصفة بتيجي قبل الاسم، الظرف بيجي قبل الصفة، الفعل والظرف بيبدلوا الاماكن مع بعض، ممكن الظرف يجي في اول الجملة وبعديه كوما subject وverb فاعل ثم فعل. طيب ما تيجوا كده نشوف امثلة مع بعض عشان نفهم القواعد ديت، وبعد ما نشوف الامثلة هعرفكم ايه علاقة الكلام ده بالكلمات اللي عندي في الوحدة التالتة. طيب نشوف عندي اول مثال بيقول he is not ill، هو مريض. الاختيارات عندي permanent ولا permanently، permanent ولا permanently. طيب هي كلمة permanent يعني دائم و permanently يعني بشكل دائم. انا عايز اقول هو مريض بشكل دائم، طبعا بالترجمة هتيجي الاجابة ايه؟ permanently. بس انا عايز احلها طبقا لقواعد الاعراب. هو كلمة ال يعني مريض تعتبر صفة، ماشي يا جماعة؟ كلمة ال تعتبر صفة، مريض، ماشي؟ طيب الصفة ممكن يجي قبلها ايه؟ الصفة بيجي قبلها ظرف. بصوا القاعدة رقم اتنين بتقول ايه؟ بيقول الظرف يأتي قبل الصفة. طب انا عندي كلمة ال صفة احط قبلها ظرف،
ها اختار بقى بيرمننت ولا بيرمننتلي؟ اكيد الاجابه هتبقى بيرمننتلي، عشان احنا قلنا من شويه ان الظرف عاده بيكون اخره ايه؟ الواي. يعني انا ممكن احلها بالترجمه وممكن احلها بقواعد الاعراب، فده هيسهل عليا كتير جدا في الحل. يعني حتى لو لا قدر الله انا ما عرفتش اترجم الجمله في الامتحان، ممكن استخدم قواعد الاعراب هلاقي نفسي بستبعد الاختيارات الغلط. يعني ده هيخلي اي امتحان بعد كده على الكلمات ماشي هيخليني استبعد كذا اجابه، لان ما ينفعش التركيبه دي تيجي قبل التركيبه دي مثلا، فانا كده هستبعد الاجابه الغلط حتى من غير ترجمه. طيب تعالوا نشوف المثال التاني بيقول ايه. The hotel الفندق is not situated واقع، كلمه situated يعني واقع، in the city center يقع بشكل مناسب في وسط المدينه. طيب الاختيارات عندي convenient يعني مناسب ولا conveniently بشكل مناسب؟ طبعا هي جت بالترجمه يعني الفندق يقع بشكل مناسب في وسط المدينه. طيب هل انا ممكن احلها بقواعد الاعراب؟ اه شايفين يا جماعه كلمه situated اخرها اي دي يعني تعتبر فعل، يعني اللي بيبقى اخره اي دي بيبقى فعل ماشي. طيب ايه اللي ممكن يجي قبل الفعل؟ الظرف، يعني الفعل والظرف بيبدلوا مع بعض، يبقى هختار الظرف، الظرف اللي هو اخره ال واي، يبقى الاجابه conveniently. conveniently يعني بشكل مناسب. واحد تاني يقول ممكن يا مستر هي كلمة situated برضو هنا بتعتبر صفة، واقع، واقع في مكان، يعني هي تعتبر فعل اخره اي دي وكمان تعتبر صفة ماشي. طيب ايه اللي ممكن يجي قبل الصفة وايه اللي ممكن يجي قبل الفعل؟ اللي ممكن يجي قبل الصفة واللي ممكن يجي قبل الفعل لازم يكون ظرف، عشان كده اخترت اللي اخرها ال واي، لان احنا قلنا عادة ان الظرف بيكون اخره ايه؟ ال واي. نشوف المثال اللي بعده بيقول نقط وبعدين في كوماهيات وبعدين بيقول anyone can travel to the moon، اي حد ممكن يسافر الى القمر. الاختيارات عندي theory يعني نظرية، وفي theoretical يعني نظري، وفي عندي theoretically يعني نظريا. طيب هي ممكن تيجي بالترجمة بقى، اقول ايه؟ نظريا اي حد ممكن يسافر الى القمر. طيب ممكن احلها بالترجمة وممكن احلها عن طريق قواعد الاعراب. اهي قاعدة رقم 4 بتقول الظرف بيتحط في الاول وبعدين كوما وبعدين فاعل وفعل. طب انا عندي الكوماهيات وفي عندي فاعل anyone وفي عندي فعل اللي هو كان يستطيع، يبقى ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص الظرف اللي هو اخره ال واي، يبقى الاجابة الصحيحة هتكون theoretically. طيب نفهم بقى معنى الجملة، يعني بيقول ايه؟ نظريا اي حد ممكن يسافر الى القمر، يعني لو جبت كتاب وقرأت عن القمر يبقى انا كده كأني سافرت الى القمر بالظبط، لاني هعرف معلومات عنه. طب لو حبيت اسافر الى القمر عمليا، هو انك بقى ايه؟ تركب سفينة فضائية او مكوك وتسافر الى القمر، ده اسمه سفر عمليا. اما نظريا هو انك تقرأ كتاب عن القمر. يعني مثلا لو قلت نظريا انك تسافر اليابان، معناها ايه نظريا تسافر لليابان؟ معناها انك تجيب كتاب وتقرأ عن ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم وكده. طيب لو انا بقى ركبت طيارة وسافرت لليابان، يبقى انا كده سافرت عمليا اللي هي practically. طيب يبقى theoretically يعني نظريا، ماشي يا جماعة؟ طيب نشوف المثال اللي بعده. المثال اللي بعده بيقول ايه؟ he has a not job، هو لديه وظيفة دائمة. انا عندي permanent و permanently. permanent يعني دائم و permanently بشكل دائم. طبعا انا ممكن احلها عن طريق ترجمة وظيفة دائمة يبقى permanent، وممكن احلها عن طريق قواعد الاعراب. نبص كده على قواعد الاعراب يا جماعة بتقول ايه؟ الصفة تأتي قبل الاسم، الصفة تأتي قبل الاسم، دي اول قاعدة عندي، الصفة بتيجي قبل الاسم. طيب فين بقى الصفة وفين الاسم؟ انا عندي كلمة job وظيفة اسم، في قبلها نقط، ها الاسم يجي قبل صفة، يبقى الإجابة الصحيحة permanent وليس permanently، عشان permanently تعتبر ظرف ماشي، اخرها ال واي اهي ماشي. طيب ممكن احلها عن طريق ترجمة وممكن احلها عن طريق قواعد الاعراب، قواعد الاعراب بتسهل عليا كتير يا جماعة. نشوف المثال اللي بعده بيقول عادل got his not personality from his father who was another great athlete. الاختيارات عندي competitive و competition. ترجمة الجملة بتقول عادل حصل على شخصيته التنافسية من باباه الذي كان لاعبا رياضيا عظيما اخر. طيب حلو قوي. يعني عادل ورث
صفة التنافس من باباه، يعني بيحب ينافس كده زي باباه. باباه كان برضو عنده الصفة دي. طيب طبعا نلاحظ ان بعد الاختيارات في عندي كلمة personality يعني شخصية، personality يعني شخصية. طب كلمة شخصية اسم، ها كلمة شخصية اسم، الاسم يسبق بصفة. ها في عندي competitive و competition، competitive صفة، competition اسم. طيب اختار بقى الصفة ولا الاسم؟ انا عندي بعد الاختيارات اسم، ها الاسم يجي قبل صفة، يبقى اختار الصفة competitive. يبقى competitive هي الصفة من كلمة competition. تمام، نشوف امثلة اخرى على قواعد الاعراب لزيادة التوضيح. طبعا انا بزود في الامثلة عشان تفهموا القاعدة اكتر، لان كل ما تحفظوا امثلة اكتر كل ما هتزيد نسبة ان انا اقدر احل في الامتحانات او في الاكسرسايز، عشان انا دايما بقيس الجملة اللي قدامي في الامتحان على الامثلة اللي انا ايه مذاكرها كويس. نشوف مع بعض الامثلة الاضافية. اول مثال عندي بيقول نور sings beautifully، نور بتغني بطريقة جميلة. انا عندي الفعل او الفيرب عندي sing يغني، ها الفعل بيجي وراه ايه؟ الفعل بيجي وراه ظرف اللي هو beautifully، يبقى ممكن الفعل يجي وراه ظرف وممكن الظرف يجي قبل الفعل. تمام، طيب الفعل والظرف ممكن يبدلوا مع بعض عادي. المثال التاني بيقول نور always studies hard، نور دائما تذاكر بجد. طيب الفعل عندي الفيرب study يذاكر، ها الفعل ممكن يجي قبليه ظرف اللي هو كلمة always. ممكن حد يسأل هي always دي ظرف؟ اه بس مش اخرها ال y، انا قلت في حالات شاذة يعني مش شرط الظرف يكون اخره ال y. تمام، يبقى عندي الظرف هنا جاي قبل الفعل، وفي المثال الاولاني الظرف جاي بعد الفعل، ما فرقتش الفعل والظرف بيبدلوا مع بعض. المثال اللي بعده بيقول نور is very tall، نور طويلة جدا. الصفة عندي tall يعني طويل، ها الصفة tall يعني طويل. ايه اللي ممكن يجي قبل الصفة؟ اللي بيجي قبل الصفة بيكون ظرف، كلمة very تعتبر ظرف وبرضو حالة شاذة مش اخرها ال y. تمام، ظرف ثم صفة، ظرف ثم صفة. تمام، طيب نشوف المثال الاخير بيقول personally انا بشكل شخصي يعني I prefer English to French، يعني انا بشكل شخصي افضل اللغة الانجليزية على اللغة الفرنسية، ده رأيي الشخصي، انا بتكلم عن رأيي الشخصي. نلاحظ هنا يا جماعة ان كلمة personally جاية في اول الجملة ظرف، ماشي اخرها ال y هيت، وبعدين في كوما، وبعدين في subject و verb فاعل ثم فعل اللي هو انا افضل، I فاعل و prefer فعل. يبقى يا ريت نفهم يا جماعة القاعدة الجميلة اللي بتقول ظرف كوما subject verb. طيب يبقى عندي الصفة بتيجي قبل الاسم والظرف بيجي قبل الصفة والفعل والظرف ممكن يبدلوا مع بعض، ماشي، وممكن احط الظرف في اول الجملة واجيب بعديه كوما ثم subject ثم verb. طيب ايه علاقة بقى قواعد الاعراب اللي احنا خدناها دلوقتي وخدنا عليها امثلة بكلمات الوحدة التالتة؟ قبل ما اشرح لكم بالتفصيل كلمات الوحدة التالتة، احب اوجه اهداء في هذا الفيديو للطالبة المتألقة نورة عبد الحميد محمد من سوهاج، وهي على فكرة علم علوم وفي تالتة ثانوي، يا رب تجيب السنة دي الدرجة النهائية في كل المواد وربنا يوفقها ان شاء الله في كل المواد. بوجه الاهداء ليها في هذا الفيديو لانها من اكتر الناس اللي بتتابع القناة على اليوتيوب واكتر واحدة تعتبر بتعمل تعليقات عندي على الفيديوهات. طبعا ان شاء الله بنتمنى لها جميعا انها تجيب الدرجة النهائية السنة دي في اللغة الانجليزية، وكمان يا رب تجيب الدرجة النهائية في كل المواد وربنا يوفقها باذن الله. ان شاء الله هحاول بقدر الامكان في كل فيديو اوجه اهداء للطلبة اللي بيتابعوا الفيديوهات وبيحطوا تعليقات ومتفاعلين في القناة. ننتقل بقى لشرح كلمات الوحدة التالتة. اول ملحوظة لغوية عندي في الوحدة التالتة هي الفرق بين كلمة enthusiast وenthusiastic وenthusiasm. طيب نبدأ بenthusiast وenthusiastic. enthusiast وenthusiastic الاتنين معناهم متحمس، الفرق بينهم في الاعراب فقط، واحنا فهمنا بقى يعني ايه اعراب، ها فرق بينهم في الاعراب فقط. enthusiast اسم وenthusiastic صفة، ماشي. طيب
اما انثوزيازم معناها الحماسة وتعتبر طبعا اسم، ماشي؟ يبقى الفرق بين انثوزياست وانثوزياستيك، هما الاتنين معناهم متحمس، بس انثوزياست اسم وانثوزياستيك صفة. فانا بقى لو جولي هما الاتنين مع بعض في الاختيارات في الامتحان، هقدر عن طريق قواعد الاعراب اللي احنا ذكرناها من شوية ان انا اعرف اختار دي امتى واختار دي امتى. تعالوا نشوف مع بعض امثلة على طول عشان ما نضيعش وقت. بيقول ايه؟ He is an enthusiastic person، هو شخص متحمس. طبعا في الامتحان لو جت هتبقى الاختيارات هتبقى مكان النقط هنا، يعني النقط هتبقى هنا كده، enthusiastic ولا enthusiast. طيب انا ليه بقى اخترت هنا enthusiastic وليس enthusiast؟ بصوا بقى ركزوا معايا. بعد الاختيارات في عندي كلمة person، person دي تعتبر اسم، ماشي؟ person تعتبر اسم، ماشي؟ الاسم يسبق بصفة، ها؟ ما ينفعش اجيب اسمين ورا بعض، يعني ما ينفعش اقول enthusiast اسم وبعدين person اسم، ما ينفعش اجيب اسمين ورا بعض. المعروف ان الصفة بتيجي قبل الاسم. طيب الصفة enthusiast ولا enthusiastic؟ بصوا في الاعراب، enthusiastic صفة و enthusiast اسم. طيب انا عايز احط صفة قبل الاسم، يبقى احط ايه؟ enthusiastic. يبقى لو جالي حاجة في الامتحان زي دي كده، نقط وبعدها اسم، نقط وبعدها اسم، اختار enthusiastic ولا enthusiast؟ طبعا هختار enthusiastic. طيب تعال نشوف المثال التاني عشان هي جاية معكوسة بقى. بيقول هي is a football nut، هو متحمس لكرة القدم. عايز اقول هو متحمس لكرة القدم. لاحظوا بقى هنا العكس، اللي جاية هنا كصفة كلمة فوتبول، فوتبول هنا هي اللي جاية كصفة، ماشي؟ ها صفة بيجي وراها اسم، يبقى حط انثوزياست. طبعا بقى لو جالي في الامتحان تنس او بيسبول او فوتبول او اي حاجة بقى ايه، صفة ونقط، اختار اسم اللي هو انثوزياست. يبقى الفرق بين انثوزياست وانثوزياستك هو فرق في الاعراب، لكن المعنى واحد، هما الاثنين معناهم ايه؟ متحمس، ماشي؟ فوتبول نقط اختار انثوزياست، طب نقط وبعدين اسم اختار انثوزياستك. طيب في فرق كمان بين الكلمتين وده هيسهل الحل شوية. في فرق كمان في حرف الجر مش في الاعراب بس. هو المعنى واحد، الاثنين معناهم متحمس، لكن الفرق في الاعراب وحرف الجر. هي انثوزياست بتاخد حرف الجر فور، اما انثوزياستك تاخد حرف الجر about. يبقى الموضوع كده محسوم، لو شفت كلمة about اختار enthusiastic، ولو في حرف الجر for اختار enthusiast. يبقى الفرق بين enthusiast و enthusiastic هو فرق في الاعراب وفرق في حروف الجر. اما بقى كلمة enthusiasm دي سهلة، معناها الحماسة. يعني مثلا لو قال لي he has نقط، هو يمتلك نقط، هو يمتلك الحماسة، يبقى enthusiasm الحماسة، ودي بتيجي بقى بالترجمة. يبقى الاخرانيه دي سهله اللي هي انثوزيازم الحماسه، مفيش فرق بينها وبين حاجه تانية، يعني خلاص هي الفكره كلها او الصعوبه كلها في الفرق بين انثوزياست وانثوزياستيك. طبعا بعد ما شرحنا قواعد الاعراب اعتقد بقت سهله جدا. نشوف الملحوظه اللي بعدها، الفرق بين افري داي لازقه في بعضها وافري داي بعيده عن بعضها، نفس الفكره. هو الفرق بينهم ان كلمه افري داي اللي لازقه في بعضها دي صفه، ماشي؟ وعشان كده لازم يجي وراها اسم زائد اسم، يعني صفة وهيجي وراها اسم. اما every day بعيدة عن بعضها دي تعتبر ظرف، ماشي؟ طيب طبعا في كلمة بقى كمان اسمها daily، بتساويهم هما الاتنين، بتساوي every day اللي لازم بعضها و every day بعيدة عن بعضها، لان اعرابها تعتبر صفة وايه وظرف. تعالوا نشوف الامثلة برضو عشان نفهم. every day language اللغة بتاعت كل يوم، طب ليه انا حطيت every day لازم بعضها؟ ها عشان اللي لازقه في بعضها دي صفه واللي بعيده عن بعضها دي ايه؟ ظرف. طيب هي كلمه لانجوج اسم والاسم يسبق بصفه، ها؟ فالصفه عندي افري داي اللي هي لازقه في بعضها، ماشي؟ بتساوي طبعا ديلي لانجوج. طيب افري داي لايف الحياه بتاعت كل يوم، هي لايف هنا اسم، لايف هنا اسم، ماشي؟ الاسم يسبق بصفه، يبقى احط افري داي اللي لازقه ايه؟ في بعضها، تمام؟ برضو بتساوي ديلي لايف. I go to school every day، أنا بروح المدرسة كل يوم. ها every day بقى البعيدة عن بعضها المرة دي لأن أنا عايز ظرف، ماشي؟ طيب بتساوي I go to school daily. يبقى نلاحظ إن كلمة daily بتساوي every day اللي لازقة في بعضها وبتساوي every day البعيدة عن بعضها.
عشان هي اعرابها صفه وظرف. اما افري دي اللي لازقه في بعضها صفه، وافري دي البعيده عن بعضها كده تبقى ظرف. ماشي؟ طيب بكل بساطه يا جماعه هقولها لكم بطريقه ابسط، يعني لو شفت نقط اسم اختار افري دي اللي لازقه في بعضها. خلاص؟ طب لو جابها لي بقى في اول الجمله او في اخر الجمله اختار افري دي اللي هي بعيده عن بعضها. الموضوع بسيط جدا، وطبعا مع فهمنا لقواعد الاعراب كده بقت سهله جدا. عرفتوا بقى ايه علاقه قواعد الاعراب بكلمات الوحده الثالثه؟ هي دي العلاقه ما بين قواعد الاعراب وما بين كلمات الوحده الثالثه. كان مستحيل نفهم الفرق بين الكلمات بهذه الطريقه البسيطه الا لو كنا فهمنا الاول ايه قواعد الاعراب. عموما يا جماعه قواعد الاعراب هتفيدكم كمان في امتحان اخر السنه، مش في الوحده الثالثه بس، هتفيدكم وانتوا بتحلوا اي سؤال تشوز نقدر نستبعد الاجابه دي، عشان مثلا ما ينفعش التركيبتين دول يجوا ورا بعض، وبالتالي هتسهل قوي عمليه تشوز ما بين الاختيارات اللي عندي، وهيبقى الموضوع بسيط جدا بالنسبه ليكم. يبقى ان شاء الله الرولز اوف سينتاكس او قواعد الاعراب اللي انا شرحتها في اول الفيديو دي ان شاء الله هتفيدكم في امتحان اخر السنه، وكمان هتفيدكم في الوحده الثالثه، وهتسهل عليكم سؤال تشوز بعد كده. سؤال تشوز بالنسبه لكم هيبقى تافه، معروف ان الصفه بتيجي قبل الاسم والظرف بيجي قبل الفعل، او ممكن الفعل يجي قبل الظرف، وممكن الظرف تيجي قبل الصفه، وممكن الظرف يجي في اول الجمله وبعديه كوما سبجكت فيرب. مع حفظي لقواعد الاعراب ديت ان شاء الله الموضوع هيبقى بسيط. نشوف الملحوظه اللي بعدها. الملحوظات اللي جايه بقى بعد كده كلها حاجات سهله بقى ان شاء الله هنفهمها بسرعه. في عندي شويه حروف جر جميله كده في الوحده. اول حاجه عندي keen on يعني متحمس ليه، في interested in يعني مهتم بيه، في عندي fond of يعني مغرم بيه، في عندي crazy about يعني شغوف بيه او مجنون بيه، اللي هي زي enthusiastic about. الموضوع بسيط، لو جالي keen اختار on، لو جالي interested اختار in، طب لو جالي fond اختار of، لو جالي crazy او enthusiastic اختار about. برضو العكس صحيح، لو جالي on اختار keen، ولو جالي in اختار interested، ولو جالي of اختار fond، ولو جالي about اختار crazy او enthusiastic. ننتقل للملحوظة اللي بعدها. الفرق بين e-book و paperback book و hardcover. e-book يعني كتاب الكتروني. يعني ايه كتاب الكتروني؟ يعني كتاب محطوط مثلا عندي على الموبايل او على الكمبيوتر او على اللابتوب، ممكن اقرأه في اي وقت عن طريق الموبايل او عن طريق التابلت او عن طريق اللابتوب او عن طريق الكمبيوتر. بيكون عادة بصيغة بي دي اف، كل الناس عارفة الصيغة ديت، معظم الناس يعني عارفها. يبقى الكتاب الالكتروني هي طبعا حرف الاي اللي في اول الكلمة ده يا جماعة اختصار لالكترونيك يعني الكتروني. اي بوك كتاب الكتروني مش كتاب حقيقي، هو كتاب محطوط على الكمبيوتر او اللابتوب او الموبايل او التابلت، وانا ممكن اقراه فيما بعد. بنشوف ناس كده بتنزل روايات من على النت مثلا وتقراها على الموبايل او على الكمبيوتر، دي اسمها بقى اي بوك. يبقى الاي بوك الكتاب الالكتروني، وقلنا عاده بيكون بصيغه بي دي اف، وده ما بيكونش ليه وجود مادي يعني. تمام؟ طيب في عندي بيبر باك بوك، الكتاب الورقي، يعني مثلا الكتاب اللي معايا اللي بشيله معايا عادي ده اسمه بيبر باك بوك. كتاب مثلا زي الكتاب الخارجي، او مثلا كتاب اشتريته من المكتبه، كتاب له وجود فعلي، له وجود مادي، والغلاف بتاعه ورقي، ماشي؟ فده اسمه ايه؟ بيبر باك بوك. طيب هارد كفر، هارد كفر يعني كتاب ذو غلاف سميك ناشف، زي مثلا المصحف. المصحف بيكون الغلاف بتاعه ناشف شوية. ها الأجندة بيكون الغلاف بتاعها ناشف شوية. يبقى الحاجة اللي غلافها سميك دي اسمها هارد كفر. طب الحاجة اللي غلافها ورقي دي اسمها بيبر باك بوك. طب الكتاب الإلكتروني أو البي دي اف اسمه اي بوك. خلاص كده يا جماعة، نشوف الملحوظة اللي بعدها. الفرق بين اي بوك واي ريدر، يعني هو في الامتحان ممكن يخيرني ما بين اي بوك وبيبر باك بوك وهارد كفر، وممكن يخيرني ما بين اي بوك واي ريدر، فلازم نعرف الفرق بين اي بوك واي ريدر. اي بوك الكتاب الالكتروني، وده شرح من شويه شرحناه بالتفصيل. اي ريدر الجهاز بقى اللي بيقرا، يعني لما احط كتاب الكتروني على موبايل يبقى الموبايل هنا اي ريدر، الموبايل هنا هو اللي اي ريدر. طيب لما احط روايه على التابلت يبقى التابلت هنا هو الاي ريدر، ماشي؟ طيب
لما احط كتاب الكتروني على اللابتوب يبقى اللابتوب هو هنا الاي ريدر، يعني الجهاز اللي بيقرا، يعني الجهاز اللي بيقرا الكتاب الالكتروني اسمه اي ريدر. وكالعاده برضو حرف الاي اختصار لالكترونيك، هي كلها على بعضها الكترونيك ريدر، يعني الجهاز اللي بيقرا الكتب الالكترونيه. ننتقل للملحوظه اللي بعدها. الفرق بين رول ورولر. كلمة رول يعني يتدحرج او يلف، دي فعل يا جماعة، فيرب. اما رولر اسم معناها بكرة الخيط او الرولة بتاعت الدهان اللي بيدينوا بيها، او عصا الخبيز اللي بتستخدم عند الخباز عشان يدوس على العجينة ويخليها تبقى مفرودة، تمام؟ يبقى كلمة رولر معناها بكرة الخيط او رولة الدهان او عصا الخبيز. كلمة رول يعني يتدحرج او يلف. الفرق بين سوك اب وسوك ان. كلمة سوك اب معناها يمتص، بتساوي تيك ان بتساوي ابسورب بتساوي سك. اما سوك ان يعني ينقع في مية، يحط حاجة في مية عشان تتنقع، يبقى الفرق في حرف الجر. وياريت يا جماعة نجيب ورقة وقلم ونسجل الحاجات دي، لان بعض هذه الملحوظات قلنا مش موجودة في الكتب الخارجية. نشوف الملحوظة اللي بعدها، واعتقد شرحتها لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، بس مش مهم هنراجع عليها تاني، بس هنراجع عليها بسرعه عشان ما نضيعش وقت الناس وعشان الناس ما تزهقش. فرق بين بروف وامبروف وريموف وابروف وديسابروف. بروف يثبت او يبرهن، امبروف يطور او يحسن، ريموف يعني يزيل او يمحو، ابروف اوف يوافق على او يستحسن، ديسابروف اوف لا يوافق على او لا يستحسن الشيء. ماشي؟ طيب من ضمن المساويات اللي عندي في الوحدة التالتة، في rely on يعني يعتمد على، بتساوي count on بتساوي depend on. هنحفظ التلاتة، مش هنحفظ واحدة بس يا جماعة، هنحفظ التلاتة. الملحوظة اللي بعدها، الفرق بين sources و resources. كلمة sources يعني مصادر و resources يعني موارد. يعني مثلا لو جه قال لي natural نقط، natural يعني طبيعي، يبقى natural resources موارد طبيعية. ماشي؟ طيب يقول لك the police الشرطة didn't reveal لم تكشف the sources of their information يعني مصادر معلوماتهم. يبقى لما احب اقول مصادر اقول sources، طب لما احب اقول موارد اقول resources. ماشي؟ طيب الملحوظة اللي بعدها، ودي اعتقد كل الناس عارفاها لان ما شاء الله معظم الناس دلوقتي بقى ليها ثقافة على النت. الفرق بين download و upload و load و unload. داونلود يعني ينزل ملف من النت لجهازه، ابلود يرفع ملف من جهازه للنت. يعني انت مثلا لما تنزل فيلم من على النت العمليه دي اسمها داونلود. طيب انا مثلا عشان عندي ملف على جهازي فيديو شرحت فيه قواعد مثلا يونت 3 او كلمات يونت 3، فبرفعه على اليوتيوب عشان الناس تتفرج عليه، يبقى لما ارفع الحاجه من جهازي للنت دي اسمها ابلود. طب لما انزل حاجه من النت لجهازي دي اسمها داونلود. طيب طبعا المصطلحين دول اللي هم داونلود وابلود دول مختصين بالتكنولوجيا والانترنت وكده. طيب في بقى عندي لود وانلود، ودول كلمتين مختصين بحياتنا في الواقع بقى. يعني كلمه لود يعني يحمل على شاحنه او يشحن، تمام؟ اما انلود يعني يفرغ الحموله. طبعا انا بتكلم بقى عن حموله ماديه بقى، حاجه ليها وجود مادي بقى بالفعل، خلاص مش بتكلم بقى على النت وكده. يبقى الداونلود وابلود مصطلحين خاصين بالنت بس، اما لود وانلود مصطلحين خاصين بالحياه العامه بتاعتنا. شيء طيب برضو من ضمن الملحوظات المهمه عندي في يونت 3، الفرق بين تريد ان وتريد ويذ. هي طبعا كلمه تريد يعني يتاجر او تجاره. ماشي؟ طيب هي الفكره بقى كلها امتى اختار ان وامتى اختار ويذ. سهله والله، ان جاب لي بعد الاختيارات بضاعه اختار ان، طب لو جاب لي بعد الاختيارات بلد او دوله او شركه او شخص اختار ويذ. بصوا الامثله عندي، تريدنج سلك يتاجر في الحرير، هي كلمه سلك يعني الحرير، الحرير بيعتبر بضاعه، يبقى اختار ان مش ويذ. طيب تريد ان دراجز يتاجر في المخدرات او العقاقير، كلمه دراجز يعني مخدرات او عقاقير. طبعا المخدرات او العقاقير برضو تعتبر بضاعه عشان كده بتاخد حرف الجر ان. طيب تريد ويذ تشاينا يتاجر مع الصين، كلمه تشاينا يعني الصين. طيب
حطيت with ليه؟ عشان دي بلد، تشاينا بلد. يبقى الموضوع بسيط، لو جالي شخص او شركة او دولة او بلد اختار with، طب لو جاب لي البضاعة اختار in. ماشي، الموضوع بسيط جدا يا جماعة. الملحوظة اللي بعدها، الفرق بين paper و a-paper و papers و papyrus. نبدأ بكلمة paper. paper يعني ورقة او اوراق. نلاحظ يا جماعة ان في العربي ممكن اقول ورقة اوراق، يعني ممكن اجمع كلمة ورقة واقول اوراق. طيب في الانجليزي بقى كلمة paper يعني ورقة او اوراق، كلمة paper دي ما بتتجمعش، يعني ما ينفعش احط لها اس. يعني لما احب اقول ورقة اقول paper، لما احب اقول اوراق برضو اقول paper، لان كلمة paper في الانجليزي بمعنى ورق ما بتتعدش، ما ينفعش احط لها اس. خلاص. طيب يعني مثلا لو حبيت اقول اديني ورقة اكتب عليها اقول give me paper to write on. طب لو عايز اقول اديني ورق، بعض الورق جمع اهو، هقول برضو give me some paper to write on. طب ليه؟ ليه يا جماعة؟ عشان كلمة paper ما بتتجمعش، يعني ما فيش حاجة اسمها papers بمعنى ورق. خلاص. يبقى لما بحب اقول ورقة او اوراق اقول paper، ما ينفعش ازود لها اس ابدا. تمام. طيب لو اضاف لها اس بقى تبقى ليها معنى تاني خالص. يعني اما اقول a paper تبقى معناها جريدة او وثيقة او مستند، فلما اجمعها واقول papers تبقى جرايد او وثائق او مستندات. يبقى بكل بساطة كلمة paper لو جت بمعنى ورق ما بتتجمعش، ما ينفعش احط لها اس ابدا، ما ينفعش ابدا احط لها اس. تمام. طيب لكن لو جت بمعنى جريدة او وثيقة او مستند اقول a paper، وفي الحالة دي جمعها papers يعني جرايد او وثائق او مستندات. ماشي. طيب نلاحظ كمان يا جماعة ان كلمة paper لو جت بمعنى ورقة او اوراق ما ينفعش احط لها ايه قبلها، يعني ولا ينفع احط ايه ولا ينفع احط اس. ما ينفعش احط ايه واس الا بقى لو جت بمعنى جريدة وثيقة مستند، مش كده؟ طيب اخر كلمة عندي بقى papyrus. papyrus يعني ورق البردي او نبات البردي، وده نبات كانوا بيستخدموه القدماء المصريين في الكتابة عليه، بيستخدموه كبديل للورق. يعني ما كانش عندهم زمان الورق اللي احنا بنشوفه الابيض ده، ده ما كانش موجود عندهم زمان، كانوا زمان بيكتبوا على حاجة اسمها ورق البردي. ورق البردي او نبات البردي اسمه بالانجليزي papyrus. ماشي. طيب الملحوظة اللي بعدها، الفرق بين light لاي لي لين لي ليد ليت. ماشي. طيب طبعا دي تصريفات يا جماعه، لاي تصريف اول، لاي تصريف تاني، لاي تصريف تالت، لاي لي لين تصريف اول وتاني وتالت، لي ليد ليت تصريف اول وتاني وتالت. الموضوع بسيط جدا، لو كلمه لاي كان معناها يكذب بنصرفها لايد لايت. لاي يكذب. ماشي. لايد لايت يعني كذبه. طيب لو كلمة لاي جت بمعنى يرقد او ينام او يقع جغرافيا تتصرف ليلين. لاي يعني يرقد او ينام او يقع جغرافيا، لي رقد او نام او وقع جغرافيا، لين تصريف ثالث برضو بتجيب معنى الماضي. ماشي. طيب اما لي يعني يبيض، لما اقول ليد تبقى باط، والتصريف الثالث برضو ايه؟ ماضي. يبقى كلمة لاي بيتغير تصريفها حسب معناها. طيب نقول مثال بسيط كده شفوي، Egypt lies in the north of Africa. مصر تقع في شمال افريقيا. طبعا كلمة لاي هنا جايب معنى يقع جغرافيا. He lied on the beach ولا he lay on the beach؟ يعني هو رقد على الشاطئ. ها انا جايبها هنا بمعنى يرقد، يبقى رقد على الشاطئ اقول لايد ولا لي؟ لا انا لو قلت لايد تبقى كذبه، طب هقول لي تبقى رقد، يبقى الاجابه الصحيحه هتبقى لي، وهكذا. طيب يبقى كلمه لي ولاي بيتغير تصريفهم حسب معناهم. ماشي. طيب ممكن نشتق منهم لاير يعني كذاب، لاير يعني كذاب، ولما احب اقول يكذب على هحط حرف الجر تو مش اون، يعني اقول هي لايد تو مي يعني هو كذب عليا. يبقى لايد بمعنى يكذب بتتصرف لايد لايد، ما
ماشي، وبتاخد حرف الجر تو يعني يكذب على، ولما احب اقول كذاب تبقى لاير بالاي مش بالاي، لاير ال اي اي ار ماشي. طيب دي كانت اخر ملحوظه عندي في الوحده الثالثه، ارجو يكون عجبكم الشرح وتكونوا استفدتم منه، وان شاء الله بعد ما تذاكروا الملحوظات دي هتلاقوا نفسكم بتعرفوا تحلوا كويس ان شاء الله. ارجو لو كان عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، وارجو تشتركوا في القناة بتاعتي على اليوتيوب، تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتي عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة، وارجو من حضراتكم تزوروا موقع الرسمي english2fun.com. كان معاكم مستر احمد سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.